أنتم الآن كما تشاهدون هذا وصول جثمان الشهيد محمد البراهمي الآن إلى المقبرة، تشاهدون هذه الجماهير الغفيرة التي تتبع الجثمان. إذا كان الطيب وزيد جاهز، هل يمكننا الاتصال بالطيب؟ طيب أنا في الاستماع لي. نعم طيب، الآن نعم الجثمان سيدخل المقبرة. نعم العبيد تتكاثر يعني بصورة ملحوظة، الأقبال الجماهيرية بدأ يتكاثر شيئا فشيئا. أول الشخصيات العامة التي شاهدتها الآن حضرة النائب بالمجلس التأسيسي على الحزب الجمهوري إياد الدهماني، أيضا الشاعر والمفكر الصغير ولد أحمد، وبعض الوجوه الأخرى. الآن نحن نشاهد في الباب الرئيسي للمقبرة يعني توافد المواطنين مع قرب الجثمان من الباب الرئيسي للمقبرة، كما تشاهدون يعني جموع غفيرة وغفيرة جدا رغم ارتفاع درجات الحرارة الآن. أنتم الآن تشاهدون صور مباشرة لدخول جثمان الشهيد محمد البراهمي للمقبرة الآن. الجثمان يدخل الآن من الباب الرئيسي للمقبرة كما تشاهدون. أنتم الآن تشاهدون أرملة الشهيد وابنه وابنته كذلك الموجودة مع الجثمان، يرفعون أعلام العلم التونسي. كان تونس في وقت فرنسا كل ما يموت شهيد تونسي اللي يخرج في الجنازة نساء ورجال، وبطبيعة الحال العادة هذه تبقى دائما متواصلة. علاش كل دائما الخلفية باهية؟ الراوي إذا كان راوي تو نساء موجودين هو أمر مش مستهجن، هو أمر عادي موجود في عاداتنا وفي تقاليدنا وفي وعينا الجماعي ولا جماع ولا وعي الجماعي. هي هذه المسألة معناها ماهوش أمر كما يقولوا البعض أنه علاش موجودة، لا المرأة موجودة ومن حقها تكون موجودة، وحتى في وقت فرنسا ما أكثرش من شهداء التوانسة إلا قتلهم الاستعمار الفرنساوي، والصور موجودة تثبت ذلك، راوا المرأة والرجل في الجنازة. نعطي أمثلة لجنازة مثلا على الأقل صور موجودة للشهيد عبد الرحمن مامي، أيضا لشهيد من شهداء راس الجبل قتله الاستعمار الفرنسي في جويلية 1952 من الفلاقة. أستاذ يبدو أنه سيتم الآن إنزال الجثمان من العربة. شوفوا مدى تماسك ابنته، مدى تماسك زوجته، نعم مدى تماسك العائلة فعلا. العائلة هذا موقف يشرفنا احنا، يشرفنا. حضور مكثف حضور مكثف على سوريا راهو صحيح، لكن ماذا بينا سوريا اللي تلم الناس الكل. أنزل الجثمان كما ترى، الجثمان محمول على الأعناق، محمول على الأكتاف، هذا عرس الشهيد، وبالتالي بطبيعة الحال هذا مشهد معناها يبقى دائما في ذاكرة بتاع كل التوانسة، إن شاء الله يكون آخر شهيد يقع اغتياله بهذه الطريقة الغدر والجبر. الشعب التونسي قادر يتجاوز المحنة، الانضباط الراو الآن، ومدى الشجاعة اللي رناها، ومدى رباطة الجأش اللي رناها لدى العائلة وحتى لدى الأهل كلهم، هذا دليل أن تونس مازالت بخير. الآن سيوارى أثر جثمان الشهيد محمد البراهمي. طيب هل تسمعني؟ نعم ليلى أسمعك جيدا. الآن وصول جثمان الشهيد محمد البراهمي تحت قيادة قوات الجيش الوطني، قائد قوات جيش البر، هو يشرف حاليا شخصيا عليه. هو بجانب الآن القبر، صورته زميلي بالأحسن يعطينا الصورة. نعم نحن نشاهد الصور. طيب يعني كانت تحية العلم الوطني والمشيد الوطني من الجموع الحاضرة بعد مجيء ابنة الشهيد محمد البراهمي وقدوم يعني جنازة
على الشهيد محمد البرامي، أعداد قياسية الآن ليلة في المقبرة وحول محيطها. قوات الجيش الوطني يعني تحيط من الجوانب الأربعة للضريح لتأمين وصول الشهيد محمد البرامي في أفضل الظروف. احنا الآن حول القبر، قوات الجيش الوطني تحاول منع المواطنين من الاقتراب أكثر من القبر. هذا كلين من الورد كتب عليه اسم الشهيد كما تشاهدون، تزاحم كبير حول محيط القبر. أيضا ابنة الشهيد محمد البرامي تطلق مؤثر جدا من طبعا هي ربما يعني تقول أنه أن أباها ليس لم يمت وإنما حي يرزق. هو ترك ابن شهد حقيقة شخصيا تصريحات الفتاة التي لا تملك عمرا كبيرا ولكن تملك قلبا كبيرا وإرادة كبيرة. شهدنا الصحيحة تأثر لكن شهدنا العزيمة القوية من عائلة الشهيد محمد البرامي وأصرار على مواصلة الرسالة التي بدأها الوالد الشهيد محمد البرامي. يعني الموكب الجنازة يقترب كثيرا من القبر. نحن نتابع معكم صورة ربما تصلكم من الزميل بن حسين بوخريس الذي يعطينا الصور الآن. نعم طيب تصلنا الصور، تصلنا، نحن نرى الآن الجثمان يقترب من مكان القبر. رحم كبير ليلى. قوات الجيش كما تشاهدون تؤمن وصول الموكب إلى الضريح إلى مأوى الشهيد محمد البرامي. الحاج محمد البرامي أسكنه الله فرديس جنانه ورزق أهله وذويه جميلة صبري وسلوان. طبعا لحظات تاريخية الآن أنا نعيشها، تزاحم كبير حول القبر ومحيط القبر. يعني يحاولون المواطنون يحاولون إيصال الموكب، يحاولون إيصال الشهيد إلى القبر إلى مأفاه الأخير رحمه الله. أجواء كبيرة جدا تستمعون الآن. ليلى سأصمت لأفسح المجال للنشيد الوطني التونسي. طيب سنعود لك الآن يعني كما نشاهد النشيد الوطني قبل أن يرى الجثمان أخيرا. ليلى. نعم طيب نعم. نعم ليلى نموت ويحيى الوطن. نعم هذا الشعار الذي اختتم به.